ألغيت المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها عشية يوم الجمعة بين فريق الوداد الرياضي واتحاد تورقة، والتي تدخل في إطار استعداد الطرفين لاستئناف البطولة الاحترافية إنوي. وكان من المنتظر أن تجرى هذه المباراة الإعدادية عشية يوم الجمعة في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتقرر إلغاؤها في آخر اللحظة. واكتفى الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي ببرمجة حصة تدريبية بمركب محمد بن جلون على أن يواجه المنتخب المغربي الأولمبي وديا يوم الثلاثاء القادم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. في المقابل برمج الطاقم التقني لفريق اتحاد تورقة مباراة ودية يوم الخميس ضد اتحاد طنجة في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من 12:00 ظهرا.